اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. بعد التحية والسلام لا يحلى الكلام إلا بالصلاة على خير الأنام محمد وآله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. صلى الله على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال: من قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له بها 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأتمنى أن يكون المقطع قد نال على إعجابكم، ولا تنسوا نشر المقطع لكي تعم الفائدة والأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.